خير يا دكتور؟ لا خير ان شاء الله. هي فعلا ضعيفه شويه، وانا هكتب لها شويه مقويات مع الراحه التامه في السرير وبدون حركه. بدون حركه للدرجه دي يا دكتور؟ ايوه، لان الظاهر هي بتمر بحاله نفسيه او عصبيه مش مستقره، والحاله دي عملت لها مشاكل صحيه فعلا، والمشاكل لو استمرت تبقى مش كويس اللي زيها. للي زيها تقصد ايه يا دكتور؟ اقصد الستات الحوامل يا حاج، ما هي حامل وتقريبا في التالت. ايه حامل؟ تاجي يا ولدي وقت بتاجي، يا مرحب بيها. انا قلت له ملهاش عازة الحكاية دي، بس هو اللي صمم. كتر خير وخيرها. يما اذا كنت تعبانه ولا ما عاوزاش تقابل حد قولي وانا اقول له، ما فيهاش حاجه، ولما تشد حيلك تبقى تاج على مهلها. اشد حيلي تبقى مش حتاجي واصل. يما مش يداك الله يرضى عليك، يما مش كده، يما يما احنا مناش بره كلمتي. ولما هو كده ما بتعملش اللي قلت لك عليه ليه؟ ايه اللي قلت لي عليه ده؟ يما فكريني طيب، والله انا بعد اللي حصل ما حصل وراسي من ضهره ما اعرف اعمل حاجه ولا افكر في اي حاجه. يما طب ليه البكا عاد؟ ليه مش كويس عشانك؟ بزيادك الله يرضى عليكي. خايف عليا بالبكا؟ هيعمل ايه يعني؟ هيموتني؟ طب يا ريت ما مات اللي احسن مني واغلى. لا حول. طب قولي لي ايه اللي امرتني بيه وانا ما عملتوش؟ سالت على مرض اخوك يعني ما رديتش؟ ياما احنا مش اتحدثنا فيه الموضوع ده وانتهينا من ايه؟ لا ما انتهيناش. كيف يعني ما حدش فينا يسال عليها ولا ياخد بخاطرها ولا يشوفها عايزه ايه؟ هما كانوا اتنين اتقابلوا في قطر وكل واحد راح لحاله. اياك تكت مرته بشرع ربنا وكانت روحه فيها. ياما اذا كان على السؤال مين اللي يسال على مين ولا مين اللي ياخد بخاطر مين؟ ده ابوها، ابوها حتى ما عزانيش، عزاني في المستشفى زي ما يكون اللي مات زي ما بتقولي قبله في قطر مش كان جوز بنته. وبعدين ايه تلقيها اتجوزت دلوقتي؟ كفاياك ظلم يا رفيع، انت ظلمت الناس دول في حياه الغالي، وبدل ما ترجع على الظلم ده بتكمل الظلم ده في غيبته. انت عمرك ما كنت ظالم يا ولدي، لكن لا انا مش هساعدك على الظلم ده. انا لو كان فيا صحة كنت رحت لهم بنفسي علشان اريح اخوك في رجدة اللي مجلجل فيها. انت ما شفتش الناس دول يا رفيع، انا اللي شفتهم وشفت محبة الغالي ليهم. طب بلاش من ده كله، هي مش ليها حق في ماله؟ ماله؟ ايوة ورثها حق ربنا، ولا ملهاش حق يا رفيع؟ قول يا رفيع بيه يا كبير العزايزة يلي تعرف الحق والعدل. هنعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ العمل عمل ربنا يا بنتي، اهم حاجه دلوقتي انك تاخدي بالك من صحتك. انت سمعتي الدكتور قال ايه؟ ما انا قلت لحضرتك من يومها ان احنا كان لازم نسافر. السفر يعني كان هيفيد بايه؟ احنا ساعتها كنا نعرف انك حامل. اهو كانوا شافونا وعرفونا والصله ما تقطعتش كده. يعني هم ما شافوناش ولا عرفوناش؟ حد منهم سال عننا؟ دي حتى حماتي اللي قالت ان انا زي بنتها ولا حتى فكرت تسأل. دي يا بنتي بقى الله يكون في عونها وليها العذر. والله ما يكونش في عوني انا يا بابا، هي المصيبة بتاعتها لوحدها. يا بنتي يا حبيبتي دي ام، وانت شفتي بنفسك كانت بتحبه قد ايه؟ تلاقي رفيع ده هو اللي قال لها مفيش غيره. لا يا بنتي ما تظلميش حد عشان ربنا ما يبعت لناش اللي يظلمنا.
علمهم دلوقتي الوضع اتغير وانا لازم اروح لهم. تروح لهم؟ تروح لهم فين يا بنتي؟ اذا كان الدكتور مشدد عليكي بانك انت تقعدي على ظهرك في السرير طول فتره الحمل، تبقى عايزه تسافر الصعيد اخر الدنيا ليه؟ مستغنيه عن نفسك؟ لما تقومي بالسلامه يا حبيبتي ان شاء الله. يا بابا هيكون الموقف اتعقد اكتر والصله اتقطعت اكتر. مفيش مواقف هتتعقد ولا اي حاجه ابدا، المهم دلوقتي تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك ومن اللي في بطنك. ما انا عشان اللي في بطني. طب نبعت للحاجة ونيسة جواب. والجواب هيفيد ايه؟ وبعدين من عارف هيقع في ايد مين ويتصرف فيه ازاي؟ امال هنعمل ايه بس يا بابا؟ لما تقومي بالسلامة يحلها الحلال، ما تسبقيش الحوادث يا بنتي. يا بنتي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سمعت زين اللي بقولهولك يا نفيسة؟ سمعته يا بوي. يلا عاد تروحي لها وتقعدي معاها لآخر النهار، ومن هنا ورايح لازم أن تكوني عنديها إن شاء الله حتى كل يوم. إيه مالك؟ لا ما فيش، بس مش لو طلبت هي. لا طلبت ما طلبت شيء، لازم أن تروحي لها، ده مهم قوي ليكي قبل ما يكون ليا. خليكي ناصحة عشان اللي احنا بنسعوله يتحقق. ايه اللي احنا بنسعوله دي؟ افهمك ولو انه كان لازم ان تفهميها لحالك. الحاجة ونيسة هي الامر الناهي في سراية سلطان بيه طول عمرها، وانا ملول قدرت يعني انها جربت تنفض يدها من الدنيا. قلت في عقل بالي يعني فاضل لها كديه فيها، ورسمت انك انت اللي تكوني بعديها. رسمت؟ اسمعيني ما تبقيش حمار امال. سراية سلطان بيه دي هي العزايزة، ما تغركيش زهوة رفيع وهيبته الكذابة ولا جعجعة أبو القاسم ولا حس صبر العالي ولا غيرهم. حجة ونيسة هي اللي بتأمر وتنهي، وكلمتها مهما كانت ماشية على رقبة الكل حتى في عز أيام سلطان بيه نفسيه. خلاص بقت في أواخر أيامها والظروف خدمتنا وعجلت باللي احنا عاوزينه. بعد كسرتها في ولدها بقت عاملة زي اللي بينازع قبل ما يودع، يعني الساحة قربت تخلالك لحالك يا بنتي. أنا خابر إن النهاردة أول مرة تخش السرايا دي، اوعاك تهابي وتنك فاكرة دايما انك بنت وهب السوالمي مش مرت رفيع. ده هيكون الفرق الصغير اللي بينك وبين الحاجة ونيسة اللي كان اسمها برضك مرت سلطان بيه. فاهمة يا بنتي؟ وهبي بيه في ايه يا مرعي؟ لم اخذ جنابك، شيخ زهران اللي تحت عايش جنابك. ايوه صح، هو قال انه هياجي عاوز يهدى. هو مستني جنابك تحت. انا جاي على طول. يلا يا نفيسة وزي ما قلت لك. حاضر. ايه
ست نفيسة؟ لا ما فيش، روحي غيري هدومك عشان حنروحوا للحاجة ونيسة. سراية سلطان بيه؟ أمال في الغيط؟ والله وعشتي يا موزن، وحتخش سراية سلطان بيه من جوا؟ يعني حتخش الجنة؟ واه يا ست نفيسة، ليه بردك سراية سلطان بيه؟ انت مش كنت معايا هناك في عزل حريم؟ لا، عزل حريم كان في أوض الجنينة، إنما لازما يعني السراية حتكون حاجة تانية خالص من جوا. يعني حتكون إيه؟ أنا خبرة عاد، أنا كنت أسمع وأنا صغيرة إن عندنا السراير عنديهم فيها ذهب والمرات بريش نعام والسجاد أبصر يقولوا عليه عجم. وانتي حتحكي قلتيها يا حبيبي، انت عرفت الحكاية دي منين يا مولانا؟ وإيه اللي يهم في كده يا حبيبي؟ همني مين اللي جات لك في يوم؟ التنين عربي بيه سرق كبير ما حيطلعش من بناتنا واصل، ما تخافش. وابي ما حيخافش ابدا يا مولانا. معلوم جنابك نويت علي؟ ربنا يعمل الصالح. يعني نويت تكتب على البيت ولا حترمي عليها اليمين؟ لسه ما عارف شيء. وهتعرف متى؟ اوه بعدها لك عادي يا عم الشيخ زهران. ما تزعلش مني يا ولدي، انا وسطت خير. لا ازعل منك ليه؟ انت تشكر برضك. كمان نحمد ربنا انهم جولي، انا احفظ السر ومليش مصلحه في ضرر حد. تقصد ايه يا مولانا؟ قصدي انهم جولي احسن ما كانوا راحوا لحد تاني. حد تاني زي مين يا مولانا؟ يعني زي رفيع بيه ولا النايب ابو القاسم. واه يا ولدي ما تأخذنيش، استغفر الله العظيم، دول غوازي وش أمك شوف، هيخافوا من إيه ولا حيبكوا على إيه؟ صدقت يا مولانا. بس يمكن لو أنت كتبت على البيت يبقى ربنا تبارك وتعالى جعلك سبب في توبتها وتاخد ثوابها، وإلا ترمي عليها اليمين ومنيها لله وما تحملش ذنبها. خلاص قفل على الموضوع ده يا مولانا. العوافي يا عم الشيخ زهران. عاف عليك يا بنتي، عامله ايه يا عروسه؟ الحمد لله ونعم بالله. بالاذن يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا مولانا. مولانا حاشا لله يا حبيبي، إن الله حليم الستار. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. انت اسمك ايه؟ خدمتك مو زي سعادة البيه. انت قريبة بدور؟ ايوه بنت خالتي يا سعادة البيه. انتوا عاملين ايه؟ بخير الحمد لله. البقية في حياتك؟ حياتك البقية بدور طلع الست فوق للحاجة الكبيرة، واخدي قلبتك دي تقعد معاكي جوا. يلا
حاضر. والله أنا كنت عاوز أقول كده من يوميها. أنا ما كانش لادت علي أبداً إن نفيسة تقعد هنه وما تسألش عن حماتها والدكتور خارج طالع عليه. أمال يبقى إيه الفرق بينها وبين الغريب اللي عزة ود ظهره؟ واللي خلاني سكت إن كنت خايف للنصيبة اللي حصلت دي هتغير من الاتفاق اللي بناتكم. ايه يا ولدي مالك؟ مال يا ابوي منازينها. انا كني بتحدث مع نفسي وانت في دنيا تانية. انت كنت بتقول ايه؟ مش بقول لك فيها ايه بس يا ابوي؟ بفكر. بتفكر في ايه يا ولدي عاد؟ في الدنيا اللي كل ما بنومها من حته بتقوم التانيه لما كنا اضطربك في الاخر. يكون جالك خبر عن وصفي اياك. وصفي ايه بس يا ابوي؟ وهبي. لو جالي خبر عن وصفي انا برضو اللي هعرف ولا انت؟ امال مالك امال؟ بقولنا ماليش عاد. مرعي انت زفت. ايوه حاضر جنابك. انا ها تعم. هاي سلامتك يا حجه. الف سلامه. تسلمي من كل راضي يا بنتي. اجده بردك يا نفيسه. توك اللي افتكرتي تشجري على الحاجه من يوم الجنازه. مش حماتك بردك؟ والله سأل عليها يا نجات وسأل عليكم كلكم. واول ما ابوي قال لي انا جيت على طول. واه يا نجات انت لسه عروسه يا بنتي، مالها هي ومال الحزن والعيا؟ لا يا حاج ما تقوليش كده. ده اللي راح ده غالي قوي وربنا يصبرنا ويأجرنا فيه. وانت نورتنا وكبرتنا. تسلم يا بنت. واه بزيادك يا عاد يا مرات عم، احنا ما صدقنا. خلاص يا نجاة. اها نجاة. نعم. خذ افتح الضلفة اللي هناك دي. حاضر. هتلاقي علبة الصيغة قدامك، هاتيها. حاضر. خدي يا نفيسة يا بنتي. ايه ده يا حاج؟ دي لبة علقيها في رقبتك وما تقلعيهاش ابدا. خديها من الحاجة يا نفيسة. دول كانوا تنين زي بعضيهم يا بنتي. اديت واحدة للغالي اداها لعروسته والتانية اها ليكي. يوم كتابك عقلي ما كانش فيه يا بنتي من قلقي على الغالي. نسيت اجيبها لك. ربنا يخليك ليا يا حاج. خير؟ طمني يا دكتور. لا طمن يا عم غزال، لحد دلوقتي مفيش اي مشاكل خالص. لحد دلوقتي يعني ايه يا دكتور قصدك؟ هو الحمل ممكن يسقط يا دكتور؟ انا ما قلتش كده اطلاقا. ارجوك يا دكتور الجنين ده لازم يفضل، لازم ان شاء الله. يا دكتور انا مستعد اعمل اي حاجه تامرني بيها. انا من ساعه ما قلت لي انام على ظهري وانا ما اتحركتش. مستعد انام الست شهور اللي جايين، بس المهم الجنين ده يفضل ويطلع للنور. ده الامل الوحيد اللي فاضل لي في حياتي بعد ما خلاص كنت فاكراها انتهت. لا حول ولا قوه الا بالله. قدم المشيئه يا بنتي، كله بمشيئه الله. ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. يعني مع الاعتذار في السؤال، هو والد الجنين فين؟ تعيش انت يا دكتور. انا اسف.
أنا عايزك تستمري على عدم الحركة والنوم على ظهرك، وإن شاء الله فترة الحمل هتعدي على خير بإذن الله. يا مرعي! مرعي! اكتم نفسها الولية دي! اكتم جنابك! تعالي هنا يا غزية يا بنت الغزية! أنا عملت إيه طيب؟ أحب على يدك يا مرعي! ما ينفعش عملت إيه! انا اخلص عليك انت وامك سوا. ايوه فكره شغل الغواصي ده يخيل علي. تفضحيني يا رئيسه. انا يا وهبي وبتنكري؟ انت عيني قويه. والله ما حصل. بتحلفي كمان؟ تهلفي؟ فضحتك فين طيب؟ ربك والحق يا شيخ زهران، انا كنت غفلان عني موضوع الورث ده لحد ما نبهتني ليه الحجه. ربنا يكرمها ويخفف عني طول عمرها تعرف ربها وتعرف الحق. بس انا كده محتار، ما عارفش اعمل ايه في الموضوع ده. تعمل ايه في ايه يعني؟ هو الناس دول في الاساس انا ما شفتهمش الا مره واحده على يدك في المستشفى، بعدها لا شفتهم ولا اعرف مطرحهم. وبعدين مش هم دول اللي ضحكوا على المرحوم وطووا تحت جناحهم وفرقوا بيني وبينه وعصوه علي، وفي الآخر مش كانوا سبب في موته؟ استغفر الله وما تاخدش حد بالظن. أنا بعض الظن اسم، وبعدين سعادتك لا كنت مع المرحوم لما عرفهم ولا على حد قولك تعرفهم الأساس. اللي حصل ده قدر ومكتوب. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، بس أنا برضك ما عاوز أشوف ولا اقدر اطلع في وش البنت دي ولا حتى ابوها. خلاص بلاش انت تروح، شي حد اليوم. حد زي مين؟ اي حد. طب انا اديها نصيبها كيف؟ انا لو قلت ارض القيامه هني هتقوم، ما انت خابر العزيزه زين. بسيطه، شوف اللي يخصها واحسب يسوى كام وادوه لها نقضيها بحق ربنا. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عملت إيه يما؟ أشوف فيك يوم يا وهبي يا ودم وهبي. عملت إيه؟ ما عملتش حاجة يا رئيس. هكون عملت إيه يعني؟ لا عملتي، رحت لمين وحكيتي له وفضحتيه وخليتيه يعمل فينا كده. اه يا ظهري، يا عظمي، يا كلي. اشوف فيك يوم يا وهبي. ردي عليا، انا مش حلفتك وقلت لك ما تعمليش حاجه من ورايا؟ عملت ايه؟ طب وديني وايماني لكون رايحة النقطة وعاملة فيه محضر ومودياه في حديد. ده إن قمت مني. أيوة، عشان الفضيحة تبقى رسمي. أحب على يدك يما، كفاياك الحد كده؟ كفاياني؟ لا، ده أنا استيتا يتعمل فيا كده. إذا كنت انت ترضي ولا توافقي أنا لا، وإذا كنت رحت في السر للشيخ زهران فأنا بس أقوم منيها وحجيب طبلة وطار وادور فيك يا بلد وافضحه عند كل مسلم ونصراني. انت رحت للشيخ زهران؟ رحت له عشان اوساطه كفرت. يا لهوي، انا مش حرشت عليكي. واه، مش معنى انت رحت له؟ انا رحت له عشان اعرف مني، مش عشان اوسطه. ولا عارف انا مين ولا هو مين. يعني الحق عليا اللي حبيت اريحك وانا شايفاك بتتلودي لا طايله سما ولا طايله ارض وحالنا وقف من مجاميعه. يما انا قلت لك هنزل القهوه وما طلبتش منك تتدخلي. طب ايه رايك دلوقتي؟ اهو لنا ولا انت هننزل القهوه ولا تلات اشهر جايه. منك لله يا وهبي، منك لله. يا سلام، انا شفت رجاله كتير وقليل قبل كده، ما شفت زي رفيع بيدي فيه بتوب كمان. الله أكبر عليه. تعرفي
أنا أول مرة وعاله من قريب، حتى لما كان سواه بيبيه في المستشفى ما تحققتش مني زين زي النهاردة. يستاهل يكون كبير العزايزي والكل يسمع له على كد سنه الصغير دي. أها، أنت مش معدودة مرته بردك؟ ده عينه ما تجلتش عليك، حد غيره كان. واه يا موزة بزيادك يا عاد، ما تخوتيش راسي. مالك يا ست نفيس؟ ماليش، اقعدي ساكتة. حاضر. طب هتروحي هناك تاني مات؟ طب بمشيئة ربنا لما الثانوية تفوت وتدخلي أنا أوضتي تبقى زي أوضة البيت بدور وأحسن. لو شفتي أوضة البيت بدور كان فيها تسريحة بمراية بالنور. أوه يا موزة، وبعد هالك ما تعرفيش تحطي لسانك في خشمك دقيقة؟ واه مش بحكي معاك يا سليكي. ما تحكيش. حاضر. بس اللبة دي الله أكبر، ده بندقي ما يتوجدش زيه النهاردة. توزنك كتير دي يا ست نفيسي؟ يعني هملك الأوضة وهج منيها؟ لا لا، أنا اللي مهملها. يكون أحسن. آه، بدل ما تفرحي. رفيع يا ولدي تفضل. انت لسه صاحي يا امه؟ ما ينام الا خالي البال يا ولدي. كنت عايز حاجة يا ولدي؟ لا ابدا، انا بس بطمن عليك قبل ما انام. سألت عليك العافية. طيب تصبحي على خير. رفيع تعال جاري يا ولدي. بل انت شفت نفيسة النهاردة وتحددت معاها؟ ايش قولك؟ زينة يا امه زينة. زينة عاد، دي البت زي البدر المنور. صح ولا لا؟ صح يا امه صح. ومالك بتقولها كده من غير نفس؟ لما اقول لك اللي قلت للمرحوم في يوم من الايام، والجواز بالجمال. تصبح على خير يا مرفيع. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا ولدي. كلام ايه ده رفيع بيه؟ زي ما سمعتك ده يا عمي. طيب لسمو ايه بس؟ جرالكوا ايه يا اولاد سلطان بيه؟ بقى احنا اللي هنروح ندور على ناس لنعرفوهم ولا لينا بيهم صله ونقول لهم تعالوا خدوا ارض من اراضي سلطان بيه؟ ما انا قلت لك يا عمي مش هديهم ارض، هديهم حقها فلوس. طب ولزمو ايه بس؟ ما دام الحكايه نايمه لحالها. الله، واستنى ليه لما تقوم؟ لما تقوم يحلها الحلال. والحق يا عم الحق. حق؟ حق ايه؟ قوم كسر حقهم. عمي انت خبرني، انا ما احبش كتر حديت ورط عاد. ماشي ماشي يا ود اخوي، بس ده حديت يتعقل برضك؟ ناس وسكتوا وغاروا بعيد عنينا، قوم احنا نروح لهم برجلينا ونقول لهم تعالوا خذوا كام 100,000. سكتوا ايه يا عمي؟ سكتوا ايه؟ وفي حد اليمين دول يسكت على جنيه لما دول يسكتوا على كم 100,000؟ طب هم سكتوا سكتوا بقالهم دلوقتي كام شهر؟ نقوم احنا نروح لهم لحديهم
ولا نكشوا على نفسينا بنفسينا. ده بسالك بس يا عمي، تلقاهم دلوقتي عندي محامي بيدبروا الانذار ولا قضيه ولا انا خابر، انا خابر واد عمي مع وش شوشره. مش شوشره يا صبري، ده حق. بس انت عشان راجل بطلي هتعرف الحق منين؟ الله يسامحك رفيع بيها واد عمي. لا حول ولا قوه الا بالله. عمي انت نازل مصر ميته؟ عندنا جلسه مجلس اخر اسبوع. طيب انا هجيب لك العنوان من الحاجه، هما بيقولوا مش بعيد مسافه ساعه زمن من مصر، تروح تتفاهم معاهم. طيب يا ولدي بس راجع نفسك. عمي احنا مش هنقعد ونتحدث فيه الحديث الماسخ ده. ما العمل الان؟ لابد من تكرار المضادات الحيويه والادويه الاخرى. لا انا هجوم على حيلي. ها لا احذر يا امير، فالانتكاسة أخطر. طب وبعدين؟ أفضل عاجز كده لحد ميتة. متى بإذن الله الشفاء؟ لا لازم أنا أقوم على حالي، لازم أنا أروح لهم بنفسي. أنا ليا عند أخوي ميات الألوف، لازم أنا أخدها ونسيب المطرح ده ونسيب البلد كلها. لا لا فائدة من ذلك، والحركة ضارة عليك. أنا مش هقعد كده زي الفار في المصيدة لحد ما يمسكوني ويمسكونا كلتنا. أنا عارف إن البوليس قريب من هنا وقرب يوصل لنا، كلها كم يوم يوصل لنا. اطمئن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا قلت مش هستنى، قلت مش هستنى. طب أنت ليه معوش الناس دول ياخدوا حاجة يا عمي؟ مش أنا، ده أي حد عاقل في الدنيا يقول كده. فلوسه فلوسه هو حر فيها، هو عارف فين يوديها. وعلى رأي المثل اللي معاه فلوس ها يا حن دحشو. والاكاده الفلوس دي عامله مع واد عمي زي اليويو، كل ما يزقها ترجع له، يزقها ترجع له. رجع ارض عمي سلطان بيه من الاصلاح، ورث اخوه، ولسه الحج ونيسه. واه بمزيدك يا صبري لا تقصف عمره هو الثاني. ليه انا قابض الارواح ولا ايه؟ انا بقول عنه وعيله. طب انت عمرك شفت الناس زي دول يورثوا ورث زي كده وما يسالوش عني؟ ده اللي محيرني. صح، ولا يحير ولا حاجه، هو واد عمي حظه في الفلوس كده، ما تفرجوش واصل عشقاه عشقاه عشق الغوازي. طب هو دلوقتي مش بيرمى علشان يدي الناس دول زكيبه مال؟ على رهان، على رهان الناس دول هيقولوا له ما عاوزينش. يخرب مطنك يا صبري، ده انت قاعد رصد له كده. طب يبقى شوف. والله كانه حديثك صح يا جزين. دور بطل، دور بطل، بس كده تمام. الله ينور عليك. صحيح ايدك تتلفت حليب. تشكر يا ابني. ادي الاصطناط ولا بلاش، عارف العيب ده ما حدش غيره في مصر ولا الاسماعيليه الا انت. الله يكرمك يا ابني، طريق السلامه. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عم غزال الطحاوي؟ أيوة أستاذ، أنا غزال الطحاوي. أي خدمة بيه؟ البقية في حياتك يا عم غزال. حياتك الباقية يا ساعة البيه. ده مؤاخذة مين سيادتك؟ واحد جاي يعزيك. شكر الله سعيك. تفضل يا بيه. تفضل. يا رب يا ساتر. يا رب يا ساتر. لك واسكت فضلك يا رب. ألف بركة يا ولدي. الله يبارك فيك يا بابا، أنا حاطط شريط أحمر على الباب عشان الافتتاح، وعامل حسابي إن حضرتك اللي هتجص. يا بابا وزير الله محافظ. أنت عندي أهم يا بابا، وهو لولا دعواتك كانت المستشفى دي خلصت. ربنا يبارك فيك يا ولدي، هذا من فضل ربي. ونعمة بالله، عشان كده يا بابا أنا مصمم إن حضرتك اللي تجص الشريط. لا يا دكتور، أنا لا بتاع الحاجات دي ولا الحاجات دي بتاعتي، أنت تخلي اللي يقص الشريط اللي هو أهل الجديد.
تقصد مين؟ رفيع بيه، هو في غيره؟ رفيع بيه؟ معلوم. سكت ليه يا ولدي؟ لا ابدا يابا، بس يعني هو ما حدش يقدر يقول حاجه عن رفيع بيه وخصوصا انا، بس الحكايه دي محرجه شوي. محرجه في ايه يا ولدي؟ عشان حزن على اخوه، الحزن فات عليه مده برضك، وبعدين هي حفله دي قاعده وقران وذبيحه. لا يابا مش عشان كده. امال عشان ايه؟ يابا حضرتك عارف ان اللي ادانا الارض دي هو وهبي، وادهالنا مجانا ورفيع بيه اياميها. عرفت. مش معقول بقى النهارده نجيب رفيع بيه هو اللي يقص الشريط، وهبي يقول ايه والسوالم كلهم. لا يابا بلاش بلاش من فضلك. الله عندك حق يا ولدي. لكن كيف يعني وهبي السوالم اللي يقص الشريط في وجود رفيع بيه وعمه القاسم والعزايزه كلهم؟ عشان كده يابا انا مصمم ان حضرتك انت اللي تقص الشريط. انا؟ لا. امال نجيب مين يقص الشريط بس يا حد؟ مين؟ عم الشيخ زهران موجود؟ خير يا ست ستيت، في حاجة جددت؟ أنا كلمت واحد بالسوالمي وهو ساتر يا رب، من اللي عمل فيك كده؟ ده كان الرد على حديثك معايا يا مولانا. يا دي اللبة اللي اديتها لك امبارح وانت ناقصة ذهب. اهي برضه هتذكر انها بتهديني. مرة جاية لما تروحي لها تلبسي لب اكبر منيها. انت مش عندكي؟ عندي، بس هي قالت لي ما اقلعهاش من رقبتي. اوه ليه امال؟ هي قالت لك ده؟ اوه تسمع الكلام ده؟ بعد كده كل مرة تلبس لب شكل عشان توريها ان اللي اديتها لك دي ولا حاجه كد اللي عنديكي. امال ايه؟ انا بكبر بيكي عشان يعملوا لك الف حساب. ايه بتطلعي لك ده ليه؟ كلامي صح ولا ايه؟ انت بتبكي ولا ايه؟ ليه؟ حصل ايه؟ في ايه؟ اخاف اقول لك تزعل يا بوي. وزعل من ايه؟ حد دسلك على طرف هناك ولا ايه؟ لا لا يا بوي، دول شايلني على راسهم من فوق. طب امال مالك؟ فيه ايه؟ يا بنت اتكلمي. ما انا قلت لك قبل سابك وزعلت مني. واه مش قلت لك هتزعل مني؟ وازعل ليه؟ انت مش لسه قايله انهم شايلينك فوق راسهم؟ يا بوي يا بوي انا مش مرتاحه، انا حاسه اني داخله على حرب مش داخله على دنيا سري هيبقى هادي فيها. انا كل اللي عاوزاه اعيش سري هادي مهما يكون اللي هعيش معاه. انا لا يهمني عزايزه ولا سوالم ولا ديه في بالي من اصله. انا لا ناقصني مال ولا ناقصني صيد. البركه في ربنا وفيك. على ايه؟ على ايه ايه؟ كملي كملي عشان اخلص عليكي واخلص. يا بوي ولا كلمة تاني. انا كنت خابر ان حظك دي في ناسي كلهم، بس انا كنت فاكر انك انت اللي طلعالي منيهم. انا مكانك زيهم، كلكم زريعة مزلة ونفوس واطية، بس هم معذورين معذورين من اللي شافوه منيهم زمان. لكن انت ليه؟ انت تربيتي على العز، يبقى ليه؟ ورثه ولا طبعه ولا ايه؟ واحدة غيرك كان زمانها بترقص على سعدها اللي ابوها خلى العزايزة يجروا وراها ويتمنوا لها الرضا ترضى. انا كنت ابقى كده لو عملوها من غير ما تخليها. انا ما جبرتش حد، انا خيرتهم وهم اللي اختاروا. خيرتهم في ايه وكيف؟ مالكيش صالح.
حتى لو كنت جبرتهم كان بيدك تخليها بالرضا وسماحة النفس، بس بعد ما تكوني ملكتي. ملكتي؟ ملكتي مالهم وعزهم وجاههم وولادك بيجوا منيهم، تبقى الدنيا عدلت ميزانها. وبعد ما كان آخر ما في عزم السلطان بيه إنهم يبقوا خدامينه، ولادهم بيجوا يملكوا ماله ويحملوا اسمه. أنا الحديد ده مش هقوله تاني، وانت خبراني. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.